بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بكم يا شباب. شرحنا الفيديو السابق موضوع لارفل انستليشن، وعملنا تحميل الإصدار العاشر للارفل. إن شاء الله تعالى النهاردة هنستكمل. عملنا المشروع بتاعنا اسمه HRMS. افتح معايا كده الفولدر، كليك يمين جيت باش هير، ونشغل الكود بتاعنا على المحرر فيجوال ستوديو. اكتب كود دوت، او تفتح معانا ايه الفيجوال ستوديو كود وتقول له ايه فايل اوبن فولدر، وتختار معايا ملف مين المشروع بتاعنا وتقول له سيلكت فولدر. طيب هنا كده يا شباب، انا دلوقتي عاوز اشغل المشروع بتاع اللارفل بتاعي. احنا متفقين اي مشروع عندي بيكون موجود عندي داخل السيرفر المحلي الاكزام سيرفر، بيكون داخل الفولدر اسمه ايه HRMS، الفولدر اسمه HDocs. هنا بحط هنا جوه منه اكواد البي اتش بي. هنا عندي HRMS، فانا كده هعمل ايه؟ اول شيء اكون مشغل معايا السيرفر المحلي اللي هو مين الاكزام. طيب هل انا كل مره هشغل ويندوز مثلا عندي او عند العميل، هل العميل مثلا هيعرف ان هو يروح على المكان اللي فيه اكزام انستليشن ويعمل ايه اكزام كنترول ويعمل ستارت وستارت؟ طبعا الكلام ده ايه مش صح. فانت كده تعمل ايه؟ كليك يمين ران از ادمنستريتور، وتقول له ايه ران از ا سيرفر. يعني ايه؟ مجرد ما الويندوز عندك يعمل اقلاع تشغيل ويندوز اوتوماتيك هيبدا هو يشغل لك مين خدمه الاباتشي والماي سيكول. طيب كده اهو ران از سيرفيس شرحه مع الماي سيكوال. تمام كده مجرد تشغيلك للنظام المره الجايه الويندوز عندك هي اوتوماتيك بشكل الي هيشغل لك مين الاكزام سيرفر من غير ما انا اعمل ستارت وستارت. طيب كده انا ايه شغلت عندي الاكزام سيرفر. المفروض انا لو عاوز اشغل عندي اي بروجكت موجود على الاكزام سيرفر داخل ملف الاتش دوكس بعمل ايه؟ باخد اسم المشروع وبروح كده عندك على اللوكال هوست عندي على المتصفح مثلا اللي عندي كروم او موزيلا او اوبرا، اعمل لوكال هوست وبكتب اسم المشروع بتاعي. هيبدا ان هو يشغل لي مين؟ يشغل لي المشروع بتاعي، لكن هيشغله ايه يا شباب؟ على البابليك. على ايه؟ البابليك دايما. ليه؟ اللي هو هنا كده عندك نقطة الانطلاق اللي هو عاملها الخاصة بالمشروع بتاعي موجودة فين؟ في ملف اسمه البابليك وindex.php، ده اللي بيشغل لك ايه المشروع بتاعنا. طيب انا كده كل مرة يعني كده لو عملت مثلا مع حضرتك في ملف الراوت، اكيد انت ايه شفت الدورة بتاعت الاساسيات وفهم يعني ايه راوت. هنا عندي الراوتس ويب، هنا عندي اول راوت اللي هو بيشغل لي الديفولت عندي. هنا لو قلنا مثلا راوت جديد كده اهو، قلنا مثلا ايه عاطف سوفت، تمام، او تيست. تمام طيب هنا كده ايه بقول له سلاش تيست، هيشغل لي مين؟ هيشغل لي برضه الراوت بدون اي مشكله. لكن دايما هتلاقي مع حضرتك عندك كلمة بابليك موجودة عندك فين؟ في اليو ار ال، والبعض بيقول عليها ايه اجلي، يعني شيء قبيح ان انا ايه عندي اللينك بتاعي كده اهو، هيكون مش ظريف. لو مثلا عامل متجر الكتروني او موقع اونلاين او مثلا موقع شحن، ما علينا. الفكرة ان انت طيب ممكن برضو اقدر اشغل المشروع بتاعي من خلال البورت. هنا اقول له تيرمينال نيو تيرمينال عندك في الفيجوال، تيرمينال نيو تيرمينال، هعمل امر جديد اسمه ايه بي اتش بي ارتيزان سيرف. هنا هيبدا يشغل لي البروجكت بتاعي على الاي بي بتاع السيرفر المحلي. تمام عفوا كده اهو، والبورت 8000. طيب هنا كده اهو اقدر اقول له ايه شده خالص، اعمل بيست انتر، هيشغل لي ايه؟ هيشغل لي المشروع بتاعي من غير اي مشكله. وهنا لو قلت له مثلا سلاش الراوت اللي اسمه تيست برضه هيشغله ولا لا؟ نشوف. هنا احنا ايه عملنا له حذف، سيف ريفرش، هيشغله معايا بدون اي مشكله. طيب يا شباب انا في الغالب
وانت برضه في مع اي بروجكت او اي مشروع عند عميل مش هتشتغل بطريقه ايه اللي هو بي اتش بي ارتيسان سيرف دي خالص، تمام؟ هتشتغل بالطريقه العاديه ان انت تعمل ايه، تكتب اسم المشروع بتاعك لوكال هوست على اسم المشروع بتاعنا البابليك كده هو اشتغل معايا. انا دلوقتي عاوز اشيل الفولدر البابليك، دايما انا بشيله في اي مشروع انا بشتغل عليه دايما لان منظر اليو ار ال عندي مش ظريف جدا. فبعمل ايه مع بعض كده يا شباب؟ تعال معايا كده على المشروع بتاعنا اتش ار ام اس، افتح معايا فولدر اسمه بابليك. هنا هتاخد الكلام ده كله كات، وهنا من بره كده هتعمل بيست، تمام؟ ده اول شيء كده. ايه اربع ملفات اخدناهم من داخل البابليك، خليناهم ايه من بره عندي في الروت الاساسي بتاعي. طيب هنا كده اهو، تعال معايا كده ايه، افتح معايا الاندكس بتاعنا اهو. احنا دلوقتي عملنا له ايه كوبي من بره لو ده يا شباب ده اهو. انا حاليا هفتحه فين؟ عندي على فيجوال ستوديو، تمام؟ هنا هو لما كان داخل الفولدر بابليك كان بيطلع خطوه، بيطلع خطوه كده، وبعد كده بيعمل ايه؟ وبيدخل على ستورج فريم ورك، وبرده بيطلع خطوه وبيدخل على مين؟ على الفيندور. انا حاليا مش محتاج ان هو ايه يطلع معايا ايه الخطوتين دول خالص، فاشيل دي كده واعمل سيف. اعمل سيف، نفس الكلام هنا هو برضو مع البوتستراب، تعمل سيف. طيب كده انا ايه هقول له اجرب اشغل لوكال هوست اتش ار ام اس كده، ايه شغل لي المشروع بتاعي من غير كلمه البابليك، من غير كلمه البابليك، وعندك يو ار ال منظره ايه اشيك واجمل. طيب هنا مثلا تيست كده نجرب، شغاله من غير اي مشكله. هنا مثلا اقول له ايه عندي في الراوت اهو ادمن راوت ويب، انا بس اقول له ايه ريتيرن وورك سيف، اعمل ريفرش اهو رجع لي. يبقى كده ايه انا ايه شلت كلمه البابليك من اليو ار ال اللي عندي. وهنا كده ايه اقدر ايه اي كده على البابليك اعمل ديليت، اعمل حذف الملف البابليك. كده انا ايه شغلت اللينك بتاعي من غير كلمه بابليك. ان شاء الله تعالى باذن الله فيديو قادم هنبدا موضوع تنزيل لوحه التحكم، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.